التور عنده the empress، الخصوبة، الأمومة، بمعنى اللي متوقع طفل أو مستنية طفل بإذن الله يشرف، بإذن الله يكون في حمل. اللي مش ما اتجوزتش لسه بإذن الله بتتم جواز. حالة حب أو اللي لا ده ولا ده ومرتبطين أوريدي، الحالة الجنسية عندهم كويسة، الحب عندهم غير مشروط. يعني واضح إن الحب، أو يمكن دي كان المرحلة دي عدت خلاص، عدوا بالمرحلة دي أو ممكن لسه يكونوا حاسين بيها. في شيء استناه التور بقاله فترة، ممكن يكون حاجة كان عايز يعرفها، حاجة كان محتاج يكتسبها، شكله بيكتسبها الفترة دي. بس أنا مش عارفة ليه حاسة إن حاجة هو كان عايز يعرفها مستنيها بقاله فترة، ولما عرفها قال يا ريتني ما عرفتها. خسارة، حاسس بخسارة شديدة. لو ما كانش ده فهو خير كان مستنيه، أو حاجة اشتغل عليها وإن شاء الله بيجنيها دلوقتي، بس في خسارة من حاجة تانية. لو الكارتين دول مرتبطين ببعض فأنا حاسة إن هي حاجة كان عايز يعرفها الثور، ولما عرفها حس بخسارة وحصل عنده نهاية ألم. ده نهاية ألم، بمعنى إنه لو الحاجة كانت الحاجة دي محيراه ومسببة له حيرة، مش عارف، ما كانش عارف يعيش، فالألم خلص انتهى بمجرد ما عرفته بالحاجة اللي كان عايز يعرفها دي، وزي ما بيقولوا البلا وقع خلاص فارتاح. كويس. حاسس بالندم، في ندم فعلا جدا، حاسس بندم، حاسس ان هو حط ثقة في حد ما كانش المفروض يحطها فيه، حاسس بندم ان هو اتصرف بطريقة ما كانش المفروض يتصرف فيها، يتصرف بيها. زعلان، في زعل، واضح انه في زعل. بس التور من الابراج القويه جدا، كينج اوف سولز، مع الخساره وحاله الارتباك اللي هو فيها دي، فهو لسه قوي وذكي ومحبوب، واقف على رجليه. يعني ما تفكروش ان الموضوع خلاص يعني كده الدنيا وقعت فالتور، لا، ده التور ما بيحصلوش كده، بيكمل عادي جدا و مكمل حياته طبيعي جدا بمنتهى القوة. وشكله كمان بيبتدي حاجة جديدة، قرر يبتدي حاجة جديدة، يعمل حاجة جديدة ما كانش متعود يعملها، أو في تغيير في العمل، ممكن يكون بيغير عمل، ممكن يكون بيتعلم حاجة جديدة، أخد كورس، بيتعلم كورس معين، أخد دورة تدريبية في حاجة معينة، أو حاسس إن هو إيه، بيصلح الحاجات اللي اتكسرت جواه، قاعد عمال يصلح فيها وإيه، يظبطها كده ويرتبها تاني. التور لو كنتوا حاطين اساس لحاجه، ويعني اساس شغل، اساس ارتباط، اساس حاجه يعني لسه في اولها، حطيتوا اساساتها، فهي لسه عايزه شغل والحاجه دي كويسه، الحاجه اللي انت شغال عليها دلوقتي وحطت اساساتها يا تور، طاقتها حلوه، ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه جدا. الامبراطور كمان، بصوا ده شخص يعني مخضرم زي ما بيقولوا، ده مخضرم، ده اخد اقلام واخد سيوف، اهي السيوف الكتيره جدا دي ادتك يا ثور قوه وعقل وخبره، خلتك قوي جدا جدا في مكانك، الناس بقت تجيلك للنصيحه. كويس. بس واضح عندي كمان تعب، في تعب، في ارهاق، محتاج ترتاح، محتاج تنام، واضح ان في ستريس جامد عليك. هنتكلم عن موضوع الستريس ده دلوقتي، هقول لكم اللي بيعاني من المشاكل دي، حاسس بستريس، حاسس ان طاقته مش مظبطه، لان واضح ان طاقته الثور مش حلوه. ده عشان هو اللي كسرها، هو اللي كسرها. اوكي يا وئام. طيب هلخص القراءه بسرعه. الثور اما مقبل على زواج او على حمل، أو هو جنسيا يعني نشط، يعني الدنيا عنده الجنسية كويسة. في هنا
حاجة هو كان مستني يعرفها، حاجة كان مستني إنها تجيله. المهم في حاجة جاية له، بس اللي جاي له ده خير يعني، بغض النظر إن واقعه عليه كان وحش يا طور، وحاسس بخسارة وهزيمة، وحاسس بنكبة إنك أنت منكوب، إلا إن ده خير، معرفتك بالموضوع ده خير. ليه بقى؟ نهاية ألم، خلاص الألم هينتهي، الحاجة الخوف اللي كان عندك والطعنات اللي عمال تاخدها كل شوية خلاص هتقف، أنت عرفت جبت آخر الموضوع. كينج اوف سوردز قوي ما شاء الله، واجتماعيا محبوب، وبتحاول انك انت تداوي الخلل او عدم الاتزان اللي عندك ده بانك تكون وسط الناس، دي حاجه حلوه قوي، الناس فعلا هيساعدوك. في عمل جديد او عمليه اصلاح بتحصل معاك يا تور، ان شاء الله تبقى حاجه كويسه جدا، في اساس لشيء انت حطيته وان شاء الله هتكمل عليه، بقيت قوي جدا يا ثور، وعندك الاهليه والصلاحيه انك تكون الامبراطور فعلا، الامبراطور ده هو اللي بيقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، هو اللي بيسن القوانين، وبناه قوي ما بيتهدش ما شاء الله، لانه خلاص بقى عنده خبره. بس ارتاح شويه يا ثور، انت محتاج للراحه، بس القراءه يعني واضح ان في ايه حقيقه، بس انت اتصدمت بيها. طيب دي قراءة المجموعة الأولى، انت صح على فكرة، بشكرك يا آمي. قوس التوافق بينهم ايه؟ بصي يا ندى، التوافق بين برجين زي بعض مش كويس، لأن بيبقوا على الأغلب يعني، على الأغلب مش في كل الأوقات، بس على الأغلب بيبقوا حاملين نفس الصفات ونفس العيوب، يعني ده عنيد وده عنيد، ده متهور وده متهور، فالدنيا ما بتبقاش كويسه. فانا الصراحه مش بنصح بنفس البرج. اهلا يا منيره، منوراني انت واهل لبنان الامارات. اتلخبط بين جدي ودلو. 25 1، انت تقريبا 25. طيب انت دلو، دلو مش جدي، دلو صح كده. ايه بالظبط؟ ميرسي يا ياسمين. حاضر يا اطفال، هنقول كل حاجه، هنقول الجوزاء وفاضل العقرب، فاضلين الجوزاء سوري الميزان والعقرب، نبقى خلصنا خلاص. طيب تعالوا نشوف حالته العاطفيه عامله ايه. ولعب رب النهايات، الحمد لله طالما النهايه حلوه يبقى كده زي الفل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا زهره الريحان. الثور عايز ايه؟ الهموم والاوجاع او الحاجات اللي عنده خلاص تكاثرت عليه، بقت فوق طاقه احتماله. عايز مساعده شريكه، عايز شريكه ياخد ايده ويشيل من عليه شويه، ويعني يا رب ما يكونش هو السبب في كل العصيان دي. عصيان الثور وهمومه ومشاكله او متاعبه بقت اقوى منه خلاص، بس هو واضح انها حاجه تخص العلاقه. نفسه في مرحله جديده بقى، عايز مرحله جديده خلاص، تعب، عايز تبتدي من الاول. شايف شريكه ازاي؟ شايفه زعلان، ممكن يكون زعلان عليه او زعلان هو في المجمل، بس في قلب مجروح، في جرح، في الم، في عاصفه، في عاصفه. الشريك الثور داخل في عاصفه في الحاله العاطفيه بتاعته. الطاقه مش حلوه يا ثور، الطاقه فيها هنا خوف وقلق، توتر، انتوا النوم عندكم بايظ، انتوا ما بتناموش، بتصحوا في وسط الليل، بتصحوا تفكروا، تعبانين نفسيا، تعبانين من كتر التفكير جامد. شريكك بقى عايز ايه يا ثور؟ عايز توازن، عايز الموضوع يتوازن، يعني بمعنى ان لو هو جاي عليك يبتدي يصلح، لو انت جاي عليك يبتدي تصلح، الموضوع يبقى فيه توازن. تمبرنس ده
حاجة بتشير للتوازن، زي ما انتوا شايفين الصورة بيدلق مية من كوباية لكوباية في منتهى التوازن، يعني كل واحد واخد حقه ومش جاي على التاني. نفسه يحس بفرحة، نفسه يحس بأمان، نفسه يحس إن هو نجح، إن العلاقة بتاعتكو ناجحة. هو عايز ده، هو عايز ينجح العلاقة. يعني هو مش سائل، لا، شريكك عايز يصلح. في قراءات بتشوفوها بيبقى الشريك من الناحية التانية مش معاك أصلا، يعني أنت عايش في قصة وهو في قصة تانية أصلا. هو عايز يعمل فلوس، هو عايز يسافر، هو عايز يعمل معرفش إيه. لا لا لا، شريكك مركز معاك وعايز يصلح، عايز يساعدك. شايفك ازاي دهانك مع مضحي، مضحي جامد جامد، وصابر، صابر عليه او صابر على شيء فيه صبر جامد، يعني بمعنى ان هو شايفه، معناه ان هو مقدره، يعني انا شايفه ان هو حاسس بيك. في خبر حلو جاي لكم يا ثور، ان شاء الله في خبر حلو، خبر هيصحصح الدنيا شويه. شايف عمليه صلح، حد بيقرب من التاني وبيصالحه وبيقول له ما تزعلش، حقك عليا، فك خلاص وكده، والدنيا ان شاء الله تبقى كويسه. يمكن هيحصل عتاب شديد، هتتعاتبه جامد جامد جامد، بس يا ريت الموضوع ما ياخدش صوره الخناقه دي، يعني يكون عتاب، تعاتبه كل حاجه، بس يعني يكون بهدوء اكتر من كده. بس هو دي حاجة ولازم تطلع، وأنا مع إن هي تطلع، لأن أول لما هتخرجوا اللي جواكوا هترتاحوا وهتبتدوا تصفوا لبعض تاني. وما شاء الله هنا في بقى مغامرة، الشمس طلعت أهي، الحمد لله الحمد لله. شايفة مغامرة، شايفة إنه خلاص هتبتدوا تخفوا بقى، شايفين خفيف إزاي. وممكن ممكن تسافروا، تغيروا جو بحيث تغيروا المود ده. ممكن يكون ده سفر على فكرة، إن شاء الله حاجة يعني صد رد في نفس اليوم. مجرد التغيير، لا، في متعة هنا، في متعة، وحاسين بفرحة وحاسين بأمان، وحاجة حلوة جدا جدا ما شاء الله. هلخص القراية بسرعة. الثور همومه كتير، مشاكله كترت قوي عليه، محتاج مساعدة، نفسه في مرحلة جديدة. شايف شريكه حزين وزعلان، الطاقة وحشة جدا، الطاقة فيها توتر وانعدام نوم، ما فيهاش توازن خالص. شريكك عايز يعمل التوازن ده، وعايز الشمس تطلع وتبتدي العلاقة تصح وتنجح. وشايفك قد ايه انت صابر ومضحي، شايفة انه هيتسمعوا خبر حلو، وفي حاجة هتقرب المسافات، يعني الخبر ده هيفرحكم. عارفين لما تبقوا انتوا زعلانين بس يجيلكوا حاجة من بره تفرحكم كده، فتبتدوا تتفائلوا شوية والدنيا عندكم تهدى شوية. افتكر ده اللي هيحصل، وهيبتدي يعتذر، وهيبتدي يعني يقر بغلطه ويعتذر. انت هتعاتبه جامد جامد جامد، بس بعدين ان شاء الله الدنيا كلها هتبقى كويسه جدا. ده فول خلاص بقى، شويه بقى ايه، مرح، شويه شويه انبساط. اختاري انت يا لولو، اختاري انت حبيبتي. طيب حبيبتي بشكرك جدا يا مي، ميرسي يا روح قلبي. القوس موجود في الصفحة يا منيرة. هلا عبد القادر، اهلا اهلا بيك، منورنا. بشكرك يا محمد جدا، كلامك صح. بشكرك يا شيماء قوي. يا رب، انا لسه كنت بتكلم على الموضوع معه وببص لقيت قرايتك لجورجي، وانت عندك حق، طمنتيني. كويس قوي يا يوتي، الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. ميرسي يا امي قوي قوي قوي. طيب اوبس اوبس. طيب دلوقتي الادمنز بيختاروا مين اللي هيبقى ليه قرايه خاصه مجانيه. بليز، مش عايزه حد يزعل لان احنا بنختار شخص واحد. طيب حبيبتي يا ساره، ده انت اللي امر، وانت عسل يا لمر. طيب تعالوا ناخد بقى المجموعه الثانيه، برج الثور. المجموعة دي بتبتدي من 1 لحد 10 مايو، من 1 لـ10 مايو بإذن الله. يا ريم يا رب. اوكي يا مالك، حاضر، الحمد لله يا امي. آه آه
بقيت بخاف منك خوف. الكارت ده بقيت بخاف منه جدا. Page of Pentacles بيقول لنا ايه؟ العقرب سوري الثور حاسس ان هو معتمد على نفسه شويه ماديا، ابتدى يعتمد على نفسه او عايز يعتمد على نفسه. Page of Pentacles كمان بيوصفك يا ثور انك شخص عندك كبرياء وعندك عزة نفس، ما تحبش حد يجي عليك ابدا ولا يهين كرامتك. كرامتك شيء يعني مقدس بالنسبة لك. شايفة قدامي علاقة ثلاثية اهي، متلازم معاها الشيطان. بصوا جنب بعضهم علاقة ثلاثية جنبها الشيطان. تعالوا نفسر بقى اللي بيحصل ده. ايه اللي بيحصل ده؟ خلينا نفرض فرضيتين. اول فرضية انه ده احتفال. اوكي الثور بيحتفل بشيء، لان الكارت ده ليه معنيين زي ما انتم عارفين. ده ممكن يكون علاقة ثلاثية بمعنى فيه خيانة من طرف، او ممكن يكون احتفال بحاجة معينة. فلو هو احتفال فده حسد، يعني تحتفل من هنا تاخد العين من هنا. خلي بالنا يا ثور، لو حد عنده احتفال فعلا ومجمع ناس حواليه وبيحتفل معاهم يحصن نفسه، لان الناس يعني ما بقتش بتشوف الموضوع بتتمنى لنفسها وبس، لا بتتمنى انها تزول منك يعني هو كده. فخلي بالك بس من الحسد ده، بس شكلها حاجه مش هتأثر عليك يعني ان شاء الله، بس في حسد. لو هي علاقه ثلاثيه اوكي، ف واضح ان في حد من الليله دي اللي هما يعني سواء الاولى او الثانيه او ايا كان اللي فيهم عامله سحر، عامله سحر للشريك. اوكي في عندنا نجاح. الناس اللي بتسال اخبار العمل والدراسه اخبارها ايه، the world ده اكتمال دائره نجاح ان شاء الله من كل الجوانب، والناس بتهنيك وبتقول لك برافو عليك، جود جوب ويل دان، ما شاء الله حلو قوي قوي قوي. ايس اوف وانز زي ما انتم عارفين انا خلاص اكيد حفظت كروت ايد دي اللي نازله من السماء وفي السحاب حواليها دي. دي بحس ان هي ايد ربنا بتمد، يعني ربنا بيمد ايده ليك، بيدي لك طاقه جديده عشان تنشطك، عشان تقومك، عشان تساعدك على حاجات انت عايز تنجزها ان شاء الله. يعني انا بحس ان دي بيقولك ربنا معاك، ربنا موجود معاك في ظهرك. Queen of Wands Two Wands Ace of Wands و Queen of Wands اهي ليدر الثور قائد، وهو بطبعه في القيادة دي. لو هو بيعمل اي حاجة فيها فن، كتابة، مزيكا، رسم، أي حاجة من نوع الفنون دي، فهو الإبداع عنده عالي قوي الفترة دي. وكمان في هنا طاقة القمر، طاقة الهدوء وطاقة التعبد وطاقة تأمل، هادي هادي عنده سلام داخلي كويس قوي. انجوي يا ثور، يعني استمتع بكل لحظة من السلام الداخلي ده. بس عايزاك تنتبه برضو من حاجة، ان في حد متربص لك، في عقرب عارفة كويس جدا، قريب منك جدا، عارف كل تحركاتك ومستني، مستني حاجة، مستني يشمت، مستني يأذي، مستني حاجة. Just be careful. شايفة هنا تطور مادي الحمد لله، ده ما كانش في المجموعة الاولى، بس في تطور مادي وحالة امان من الحالة المادية ان شاء الله. في عملية تحول هتحصل، افتكر دي هتترتب على النجاح اللي هيحصل لك يا تور. بعد النجاح ده في عملية تحول هتحصل، في شقلبة هتحصل، مسار، في مسار بيتغير ملحوظ، يعني انت هتاخد بالك ان الدنيا بتحول بيك. لا الدنيا بتحول بيك دي للحظ، لا الدنيا بتتغير تاخد شكل تاني. سترينث التور واجه، انت محتاج، وتقريبا دي الطاقه اللي انت كنت محتاجها اللي ربنا بعتها لك، محتاج تواجه شويه، يعني اللي جواك طلعه قوله بدون ما تاذي مشاعر حد، بدون ما تغلط في حد، طلع اللي جواك. وبيديني كمان ايحاء تاني الكارت ده ان الثور مسيطر على حد صعب السيطره عليه،
مسيطر عليه جدا، بس مسيطر عليه بعقله يعني، محجمه ومروده، مروده شخص قوي، وهو مروده الثور بس بذكائه. حلو جدا جدا. تعال نلخص، منورك يا مجاهد. الثور اما بيعتمد على نفسه ماديا، او لو ما كانش ده فهو عنده عزه نفس وعنده كرامه وعنده يعني ما بيقبلش الاهانه. اما في علاقه ثلاثيه في طرف منها عامل سحر، اما ده احتفال يتبعه على طول حسد. في نجاح ان شاء الله، في طاقه جديده ربنا بيمدك بيها ان شاء الله. في هنا ابداع، لو الناس اللي بتستعمل اي حاجه فيها فنون في ابداع ان شاء الله، وفي قياده في الموضوع، عارف انت عايز تعمل ايه وبتعمله. في طاقه تامل، طاقه تعبد، في سلام داخلي جواك استمتع بيه، في تطور مادي ان شاء الله، في عمليه تغير او تحول هتحصل في حياتك يا تور. يمكن تكون حاجه تخص العمل، بس هي حاجه كويسه جدا ان شاء الله. في هنا اما انه انت محتاج تواجه اكتر يا تور، او انه انت مروض حد قوي جدا وصعب ترويضه، بس انت مروضه بعقلك. كويس قوي 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 قوي. وافتكر انت عارف تروضه بسبب السلام الداخلي اللي جواك، ده مخلي تركيزك عالي، يعني عارف بتعمل ايه وبتعمله امتى، بحيث انك تعرف تسيطر على الشخص ده. Well done. Well done.